تمام. فهذه التجربة الثانية اللي أنا شفتها وعززت عندي فكرة إنه في المشاكل هنا وفي النجاح هذا، اللي هو يعني برهن إنه نجاح الأشياء ما يكون مصنوع، ما يكون صناعي يعني، تمام. هو ياخذ مجراه الطبيعي، تمام. هو ياخذ مجراه الطبيعي. طيب، التجربة الثالثة اللي أنا مريت فيها ويعني خلتني خلاص قلت إنه لازم، يعني ما في مفر إن الواحد يرجع ورا شوية ويبدأ يحلل الوضع بشكل كامل تقنيا، ويبدأ بعدين يضاهي المجالات الأخرى ويشوف الاستقرار اللي فيها، يعني سواء كان في الفني أو في الإداري. التجربة الثالثة كانت إنه في شركة اسمها شركة إكس، يعني خلينا نتكلم، شركة إكس عندها سولوشن CRM كامل، محاسبة ومخزون وعلاقة العملاء وكل حاجة، تمام. وهذا السولوشن هو يعني كان في فترة 2015 بدأ يدخل يغزو الأسواق، تمام. هذا السولوشن هو ضخم، ما هو بسيط، ولكن ارتكازه كان على الويب، وهذا الشيء أعطاه ميزة عن كل الأنظمة الثانية اللي هي من أوراكل ومن شركات ثانية زي ساب زي إلى آخره، كويس. فكان في إقبال رهيب عليه، ولكن الصعوبة اللي الشركة واجهتها، وأنا كنت حاضر يعني في واحد من المشاريع اللي تم اعتماد يعني تطبيقها في تطبيق هذا السولوشن في المنشأة هذه، إنه المنتج هو ناجح في بيئته الأم، يعني في البلد اللي كان موجود فيه، في بلد المبرمجين اللي كانوا موجودين فيه، بلد الجامعة اللي خرجت الطلاب اللي هم بنوا السولوشن هذا، بلد المكان اللي المحاسبين والإداريين اللي صبوا أفكارهم وبلوروا المنتج عشان يخرج بالشكل اللي هو خرج فيه، كان ناجح في بيئته. ولكن أول ما خرج من بيئته وراح لبيئة ثانية فشل. يعني أنت ممكن تطلع بالطيارة تروح لمقر الشركة، هتروح تشوف الشركات كلها هناك شغالة بالمنتج ممتاز وما في أي شيء، تروح لبيئة ثانية مختلفة في اللغة وفي الثقافة وفي العمق المنهجي للتخصصات المرتبطة في المجال هذا، خلينا نذكر المحاسبة ونذكر المخزون والمستودعات ونذكر حتى الاتشار، مختلف يعني خلينا نقول مثلا حتى في الاداره في اختلاف، في اداره امريكيه، في اداره بريطانيه، في اداره التعليم او المنهجيه فيها مختلفه، تمام. فاي منتج لازم يعتمد منهجيه واحده، ما يقدر يتنوع، يصير لا منهجي، ما ما ما, ما, ما لا يمكن، مش عارف. وإن حصل فيه إنه هو مثلاً ممكن يكون فيه تعديلات، هتيجي مشكلة أخرى، إنه طيب المنتج هذا لو طلع من بيئته وراح لبيئة ثانية، فين الفنيين اللي ممكن يعدلوها بنفس الكفاءة اللي موجودة في بلده؟ صعب، تمام. على غير البنية الأساسية اللي هو اللغة المستخدمة، مثلا في بعض البلدان تلاقي مثلا المبرمجين أكثرهم بيستخدموا مثلا لغة مثلا جافا سكريبت، أو بيستخدموا جافا مثلا، أو بيستخدموا PHP مثلا،
الوفرة حق المبرمجين هناك كذا، تمام؟ فلو جبت سولوشن مبني على لغة مختلفة صعب تغير السوق، خلاص السوق هذا هو تكون كذا انتهى. تمام، بالضبط زي الأسماك اللي تجيبها من موية مالحة وتروح تحطها في موية في مياه، ما حتقدر تسبح، هي سمكة وكل مواصفاتها سمكة ما تسبح هناك. تمام، فالتجربة هذه إنه منتج متميز ممتاز شغال أثبت جدارته في بيئته، ولكن بمجرد خروجه من البيئة لم ينجح، هذا فتح مجال كبير وفرصة كبيرة لمسألة إعادة الإنتاج. يعني أي منتج عشان ينجح في بيئة أخرى لابد إنه يتم تفكيكه وإعادة بناؤه بما بالاعتماد على المقدرات الموجودة، سواء المقدرات الفنية، المقدرات، المخرجات الجامعية الموجودة، التخصصات المتاحة والحيثية والتفصيل المطلوب اللي هو حيكون تفصيل خاص للبيئة حقتنا. قد يكون المنتج حيطلع بشكل أصغر من حجم المنتج الحالي، وهذا الشيء ليش؟ لأنه يتناسب مع البيئة اللي هو